غادي ندوز ديك الكفيفه ديال رمضان. والله يا محمد السادس ما عندك الوجه ولا الكماله علاش تحشم، لانك انت انسان حقير ومدلول، فهمتيني؟ تحاول ان تبحث عن على واحد الشعبيه، ما وكانك انسان كيدير الخير وهو راه ما خير ما والو، يعني لان كيف يعقل انك زعما تجيب لهم ديك الكفيفه بقيمه 5 ديال المليون، 55 مليون ديال الدرهم اللي هي 5 المليار ونص مغربيه، وانا غندير لك عمليه حسابيه صغيره. يعني اولا قبل كل شيء هذوك الفلوس خارجين من صناديق الدوله المغربيه، انت ما خارجينش من فلوسك، يعني ليس من مالك الخاص، دونك هذه ما كاينش الصدقه، هذوك يعني عطيتيهم من فلوسهم، لان الاموال يعني خارجه من صناديق الدوله المغربيه. ثانيا لنفترض انهم فلوسك، لنفترض كيف يعقل انك انتيا يعني غادي تعطيهم 5 مليار ونص ودير عليها كاع ديك القيامه وتصوروا فيك والاخبار وداك الشيء كيتلاح في المواقع الاجتماعيه، ديك المدله كيفاش كيجيو يبوسوا لك اليدين وتعطيهم الكفيفه انت ولدك وكانك درتي شي انجاز، ما لان ما كاينش انجازات، يعني كدير هاد المسائل باش تخطي على الاخفاقات ديالك وعلى المشاكل الحقيقيه اللي هي البطاله، الفقر، الهجره السريه، المخدرات، الامن اللي ما كاينش، الفساد اللي وصل لهذو، ما المشاكل الحقيقيه اللي عندنا في المغرب. انت كتحاول تغطي بهذا الشيء ديالك وكانك يعني كدير الخير وداك الشيء، مع العلم الى جينا نشوفوا انت الى عطيتيهم 5 مليار ونص من 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 فلوسهم، لنفترض نقولوا انت يعني خديتيهم من فلوسك انت الشخصيه وعطيتيهم 5 مليار ونص، ما تنساش بانهم راه كيعطيوك 706 مليون في النهار على القصور ديالك، يعني في 10 ايام هما راه كيخلصوا عليك، هذوك الناس اللي كيجيو ياخذوا الكفيفات والشعب المغربي هما في 10 ايام كيخلصوا عليك 7 مليار و60 مليون مغربيه، يعني في 10 ايام كيعطوك هما 7 مليار و60 مليون مغربيه، فين ولات كتبان دابا 5 مليار ديالك نتايا؟ ها؟ وإلا ضربناها في السنه راه كتخرج المساله فيما يزيد على 258 مليار ديال الدرهم، فين ولات هذيك 5 مليار ديالك انت ديال الحريره اللي جيت تصور معاها بلا حشمه بلا حياء هكذا كدل فيهم، يعني وكانك درتي انجاز، ما هذا راه اللي كيخلصوك هما من الضرائب، كيخلصوا على القصور ديالك بلا التهرب الضريبي اللي كتسرق انت ليهم ما يزيد، يعني التهرب الضريبي اللي قدره خبراء بما يزيد على 28 مليار في اليوم في النهار، 28 مليار مغربيه كتهربها لونا وشركات ديالك. اذا انت حقير يا محمد السادس.